بالحياة والبشر مع كل ثانية تفوت يا قوتة. أز كابوريا أز كابوريا لو أزوني حأز إيه؟ يا ربي يا ربي إهدى يا بلال. والدي إيه رأيك؟ إيه رأيك في الحلقة بتاعتي؟ إيه اللي أنت عامله في راسك ده يا بلال؟ دي كابوريا يا والدي كابوريا. أخيرا دخلت بيتنا الكابوريا، أحمدك يا رب. لا بجد، إيه رأيك فيها؟ رأيي في إيه؟ في البتنجناية اللي كانت في الأصل شعرك وبقت بتنجناية دلوقتي؟ دي الموضة، خليك سبور. كل أصحابي ونجوم الكرة حلقين الحلقة دي. وانت يعني ما تاخدش منهم إلا الحاجات الوحشة دي؟ يا والدي بكرة تتعود. شكلك وحش قوي. ده اسمه قذع اللي انت عامله ده. قذع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الحلقة دي. القذع تسيب شوية شعر وتشيل الباقي، شكلك وحش. بوب ما كنتش أعرف. وديك عرفت يا سيدي، يا رب صبرني أفضل مستحمل شعرك ده، قصدي البتنجناية دي، لغاية ما تزرع وتنبت. ها؟ لو عجبتك الحلقة، قصدي الحلقة مش الحلقة الكابوريا يعني، لو عجبتك الحلقة دوس لايك على الفيديو واشترك على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك والموقع بتاعنا على اليوتيوب عشان تعرف كل جديد.